ومن البيوت للاستوديو مباشرة. هذا حوار مختلف. مختلف ليه؟ لأننا قررنا ننقل حوارات البيوت، يعني الحوارات اللي بين الولاد والأهالي هي حوارات موجودة في كل بيوتنا وشفناها على مدار الأجيال. أنا شفتها، والدتي شافتها، بشوفها مع ابني، كل الناس في كل البيوت بيشوفوها. هو الخلاف أو الاختلاف بين الأجيال في كل حاجة، في الحرية، في اللبس، في المظهر، في مواعيد الخروج. العالم الجديد كمان بقى مختلف، الموبايل، البلاي ستيشن، المذاكرة أونلاين، السهر بالليل من صحابك، من صحابك، في تفاصيل كده ما كانتش موجودة على أيامنا. إحنا كنا عايشين في عصر يمكن فاهمين ان التربيه ديكتاتوريه شويه، هو لازم تعمل كده، انا لازم تعمل كده. دلوقتي كل حاجه فيها نقاش، والحقيقه الواحد بيزهق بعد شويه من النقاش وصوته بيروح، فيقول لك هو ده اللي انت هتعمله او اللي انت هتعمله. خلصني خلاص، انا مش قادر على المناقشه. لكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش خلاص. المناقشه بقت مهمه، وكل جيل شايف انه هو على حق. لسه كنت بسالهم، طب لما بتخش بابا او ماما بتقوموا تقفوا؟ احنا كان عندنا كده يعني، وانا مش جاي من جيل قديم قوي، بس كان يعني لما والدي يدخل الاوضه غصبا لازم قومي يا لميس اقفي. ما ينفعش يعني بابي هيدخل وانا قاعده على الكرسي، عيب يعني، ده ما يصحش. هنتكلم في كل حاجه، اللبس والمواعيد وانا حره وانا حر، وكلمه لا وبترد عليا كده ليه، والديمقراطيه والديكتاتوريه. نشوف التقرير. اياك اسمع بعد كده كلمه انا مخنوق من امي دي. مين بس امبارح كان قايل لي برضه ان هو مخنوق من ماما؟ لا انا بقول لك اياك اسمع حد بيقول انا مخنوق من امي مش من مراتي. انا عايز اسافر مع اصحابي. اسافر مع اصحابي. ما سمعتش. استني بس، يا بني ادم ايه عيب كده لما اكلمك سيب اللي في ايدك. يا ابني انا ابويا لما كان بيناديني كنت بسيب اللي في ايديا وكنت بروح له جري. يا بابا بعد اذنك بصي انا بكلمك. اصبر بقى لحسن انا هخسر في دور الاستيميشن ده. قومي ذاكري. انا خلصت. خلصتي ايه؟ خلصت مذاكره. هي المذاكره بتخلص؟ بتسمع مهرجانات عن مذاكره؟ ركز شويه. بيفضل نايم لحد الساعه 11. بيفضل نايمين لحد الساعه 3 العصر عادي. بخرج من فطار. احنا رجاله البيت يعني بنؤمر وبنعمل وبتاع. في ايه يا عم انت؟ هو ده بيبص لي يا بابا. ده بيبص لي. ايوه ثانيه بس، هو بيطير؟ ممكن يا بنتي تسيبي التليفون وتقومي تروقي اوضتك؟ متروقه اهي بالراحه. ما تجريش، ما هو في مليانه رادارات. انا مش على 20، انا الرادار بيبقى من 20 او حاجه. بلاش كاسيت، بص قدامك. حاضر، انا تحت امر. عايز تعلم حد اديله الثقه. خلي بالك. يعني نص الحاجات دي يا انا عملتها يا بعملها في ابني. انا هقدم الشباب وهم هيقدموا اهاليهم اللي هم مشرفيني في الاستوديو، يوسف احمد رجب وهناء هنا احمد عيسى. قولوا لي بقى انتوا مين والاول، ومين مين مين معاكم؟ بلاش انتوا جايين مع مين، مين معاكم؟ يلا يا هنا. جاي معايا مامي. ايوه. هناء فتحي. مديرية علاقات عامة بقى لها 10 سنين. وانتي مين؟ وانتي عندك كام سنة بقى؟ انا عندي 14 سنة في بريب 2 تانية اعدادي. تانية اعدادي. يوسف. انا اسمي يوسف احمد العدلي، عندي 18 سنة، وبابايا الباشمهندس احمد رجب العدلي، وبعتبره اخويا الكبير يعني، مش بابايا يعني. عندكم اخوات ولا ولا انتوا لا عندنا، انا عندي اخت اصغر مني. وانا عندي اخ اصغر مني.
يعني فانتوا كبار. مشكله بقى موضوع الكبار ده، مشكله رهيبه. استاذ يعني مهندس احمد رجب ومدام هناء فتحي، اهلا بيكم اولا. اهلا بيك. نبتدي برضو بالولاد، ايه بقى اكتر حاجات بتضايقكم وبتعمل مشاكل بينكم وبين بابا وماما يوسف؟ انا اكتر حاجه بتضايقني في بابا ان هو يعني مثلا لما مثلا بيقول لي ارجع البيت بدري مثلا، دي حاجه بتستفزني. يعني بحس ان انا خلاص بقى كبير ومعايا اصحابي وكده، هو بيقلق لسه عليا بزياده. برضه مواعيدك الساعه كام؟ يعني هو واحده مثلا كده بس. وده واحده ده ايه؟ انت كده بيقلق؟ ما يعني انا كنت بروح البيت الساعه 10:30 ده يا دوبك. وانا في الجامعه كنت الساعه 11:30 ده 12 بدقيقه بره البيت. الباب يتقفل؟ اما جربتوش الباب يتقفل؟ لا ما انا معايا مفتاح. اصلا ماشي معانا. احنا عندنا كباب بيتقفل. كمل يا يوسف، كمل يا حبيبي، كمل. بس وبرده مثلا لما يجي يقول لي سوق بالراحه مثلا، ما بحبش سوق بالراحه، احب اجري. بس يعصبني بيقول لي احلف انك مش تجري، فانا بقى ايه؟ ما هو خايف عليك. بس انا بحب اجري، ما انا يعني عايز اجري مع اصحابي وكده، فدي برده حاجه بتضايقني يعني الصراحه. مثلا لما يجي يقول لي سيب البلاي ستيشن اقعد معانا شويه مثلا، يبقى في نص الجيم يقوم جاي قافل البلاي ستيشن وانا بلعب مثلا، دي حاجه بتستفزني برده. اللي هو يعني انا هقعد معاكم بس سيبني اخلص، طب وهاجي لكم. هو مش بيقتنع بكده، شيء طبيعي. ما هعمل ايه طيب؟ ما هو يعني لازم نقعد معاه. هو ينفع نفضل طول اليوم في البلاي ستيشن؟ ينفع طول اليوم على الموبايل؟ ما ينفعش. اكتر حاجه بتضايقك منه ايه؟ تستفزك منه ايه؟ تستفزني منه المذاكره. يعني لو سمحت ذاكر، فانا خلصت مذاكره. طب ذاكرت امتى؟ في الدقيقتين اللي هم انا سبته فيه دخلت الحمام ورجعت. وبعدين ما تقلقش النتيجه هتطلع كويسه قوي. بنشيل ثلاث مواد واربع مواد. يعني في مشاكل بتحصل في بس هما دقيقتين مذاكره، فهنعمل يعني ما فيش اي اكسبكتيشن اكتر من اللي بيحصل. هما دقيقتين. والتاخير في المواعيد، تاخير المواعيد ده بالنسبه لي انا كنت زمان وانا صغير كنت دايما بس يعني بستغرب قوي من اهلي. او انت مامتي كانت بتطلع تقف في البلكونه تستناني وفي السعيد في عز الساعه. طبعا احنا انا كنت دايما بستغرب ده. دلوقتي انا ببقى قلقان برضه. انا ما بنامش الا لما النور يروح. ايوه ما هو ما بنامش يعني عادي. بابا بينام. ده كويس ان انت بتقلق، بابا بينام، لكن انا ببقى قاعده سهرانه. انت فين انت فين انت فين انت فين؟ هو تليفون كتير كتير كتير. وبنفضل طول الوقت مستفز جدا موضوع تليفون أوي. كتير كتير كتير. هنا ايه اكتر حاجه بتضايقك من ماما؟ لما مثلا اكون نازله وانا متفقه معاها من قبلها، اللي هو يا امي لو سمحتي هنزل مش عارف ايه. ماشي هتنزلي، بتيجي بقى ساعتها بيحصل مثلا خلاف او كده، تقولي مفيش نزول. الخلاف على ايه يعني؟ على مثلا لمي شعرك، او مثلا انت هتلبسي هدومي. انا مثلا لابسه سويتشيرت بتاعها، هي تقولي لا ما تلبسيش السويتشيرت بتاعي خلاص مفيش نزول. طب ما تسيبيني البس، ما انت بتلبسي من هدوم. هي بتتلكك غالبا. ممكن بقى مش عارف. بس فدي الحاجه الوحيده تقريبا. دي الحاجه الوحيده. الوحيده. يا هنا يا هنا. مش عارف اكيد في حاجه ثانيه. مذاكره. لا قومي سيبي اللي في ايدك وتعالي ساعديني. تخيلي كنت بكره الجمله دي برضو. سيبي اللي في ايدي. ممكن تساعدي نفسك. ساعدي نفسك. او اخويا يساعدك. ليه انا ورايا حاجات. بالظبط. انا ما بتخلص. بتكوني بتعملي ايه بقى؟ ما بتخلصش الحاجات. لا الوقت ما بيخلص بتاع الحاجات اللي بتشغلهم ما بتخلص. يعني عشان تقولي لهم قوموا من مكانكم اعملوا اي حاجه، لا ما هو هخلص وهاجي. ثلاث دقايق. دي جمله مشهوره جدا. هخلص ثانيه واحده. ايوه عارفاها الجمله. ثانيه واحده وانا جاي. ثانيه واحده. انا نفسي حد يعمل له يعني تقدير الثانيه واحده دي. الثانيه واحده دي مدتها قد ايه وهتخلص بعد قد ايه؟ الفيديو تلت ساعه. طب انا هستنى تلت ساعه لما الفيديو يخلص عشان ابقى محتاجاها. فطبعا دي حاجه من الحاجات اللي بتضايق جدا. وبعدين ما بيقوموش من مكانهم. يعني احنا كنا نلاقي مثلا ماما واقفه في المطبخ، دي ما ينفعش ابقى انا قاعده وهي واقفه في المطبخ. يعني بفضل جنبها لحد ما تطلع. ما هي مش بتبقى عايزه مساعده. ممكن هي ما تكونش عايزه مساعده. هي عايزاكي تتعلمي. هي عايزاكي تقفي معاها ليه؟ عشان تتعلمي. واتعلم ليه؟ عشان لما تكبري ويبقى عندك بيت تعرفي تطبخي. انا مش عايزه يعني احكي الحكايه دي، بس عشان تعرفي تطبخي وعشان تعرفي تعملي الحاجات دايما كده. هو المشكله الكسل. هو في كسل رهيب في الجيل ده، كسل غير طبيعي. يعني احنا بنتخانق بقالنا 3 4 ايام ان في تشارجر بتاع الموبايل بايظ بتاعه، احنا
بنشحن الموبايلات ما يعني مع بعض في بواب واحد بس وبنجري طول الوقت. قول يا يوسف. انا بقى لقيت حل، ما احنا جبنا الشارجر بتاع العربيه فانا بقيت حاطه عندي في الاوضه. يعني بس انا بتعذب دلوقتي موبايلاتي تفصل في يعني العربيه. كسل ولا هو ولا بابا مستعجل على طول؟ لا هو بابا بيستعجل على طول بس هو كسل مني الصراحه، لان انا كل يوم بنزل وهو كل يوم بيقول لي جيب شاحن. فانا مش يعني ممكن اعمل اي حاجه اليوم ده بس ان اجيب شاحن بقى بحس ان هو موضوع غلس شويه مش عارف ليه يعني. عشان احنا اللي طلبناه، هي طلباتنا بتبقى تقيله صح في التنفيذ. ممكن يعدي من قدام الراجل بتاع الشاحن بس هو بابي قال هندخل طب بس هعمل كذا وبعدين هبقى ارجع وما بيرجعش. هو الحل ان هو يتحرم منه، ان هو مفيش الشارجر بتاعك بايظ خلاص انا عندي الشارجر بتاعي شكرا عيش حياتك. لما الموبايل يفصل ويفضل ساعه من غير موبايل هينزل يجري يشتري الشاحن. شايف ايه يا يوسف؟ بتشوف ان الطريقه دي بتنفع يعني فعاله يعني؟ ممكن بس هو بابا مش هيغلس عليا مش هياخد الشارجر بتاع العربيه يعني، او ممكن هو نايم ياخد الشارجر بتاعه وعشان بيه. للاسف للاسف احنا ضعاف شويه مع اولادنا في الجيل ده، احنا ساعات بنضعف في حاجات كتير قلبنا بيبقى رهيف. قلبنا رهيف. بتنادوهم تقول لهم ايه في البيت؟ هنا نادي ماما ازاي؟ لا في كذا حاجه على حسب المود. حسب المود يعني لو هي مثلا متضايقه واحنا متخانقين يا ماما يا ماما لو عادي والدنيا تمام بقول لها مثلا باسمها بدلعها كده. يعني ممكن تقول بتقوليها عادي هناء كده عادي هنقى بس لو مبسوطه لو متضايقه ومثلا شادين او كده بقول لها مامي يا ماما هناء عادي. ماما دي في حاله الزعل بس حاله الجد وقت ما احنا نبقى متخانقين يعني لو احنا حلوين وحبايب لا عادي بتقول اي حاجه اي حاجه بتيجي على بالها بتقولها هنقى مامي دي اخر حاجه بسمعها. ببقى عارفه ان هي طالبه طلب ورسمه بقى الجد وانا هاجي اطلب والادب يا مامي من فضلك انا عايزه اعمل كذا. وغالبا لما بتقولي مامي ببقى عارفه اني هقول لا هتقولي لا ولا دي بتتكرر كتير في حياتنا هنا كتير كتير. على ايه بقى؟ اللبس. على اللبس. اللبس بقى في بقى ايه؟ في بقى نظام ده قصير ده ضيق ده كذا؟ لا 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 مفيش. لا انا ما انا انت ما بتحبيش انا ما بحبش اصلا مثلا لو منزلين مشوار مهم وانا عايزه البس لبس عادي هلبس سويت بانس وهودي مثلا. هي بقى لا احنا رايحين مشوار مهم انت هتلبسي حلو عادي. البسي حلو. ايوه ما انا لابسه حلو. هو مفيش غير اللبس المبهدل اللي انت لابساه ده مقطع دولابك كله اللي انا جبته لك ما فيهوش غير بتقولي لها ايه؟ اصل انا بقول اللي انا بقوله. ايوه وبعدين هي بتميل للون الاسود دولابها الجيل كله رايح يعزي. يا بنتي يا حبيبتي انت لابسه انا ما عنديش بنطلون اسود ويبقى مطبقه انا في الغسيل رص بنطلونات سودا وهي عايزه بنطلون اسود. طب ما ممكن نلبس حاجه فاتحه. لا هو ده شكله حلو يا ماما وده مقطع. وبعدين الحاجات المبقعه اللي طلعت جديده دي ده غير المقطع مبقع في حاجات مبقعه ومنكش يعني انا هلبسها بقى على ايه؟ ما نلبس الوان صريحه. لا هي شايفه انه هو يا مامي مش على ايامك كان في موضه وبرده جدتي كانت يعني هي بتقول ان جدتها كانت بتعترض فطبيعي ان انا اعترض وطبيعي ان هي شايفه انه انا ليا حق ان يبقى عندي موضه البس عليها. فطبعا في اوقات بوافق وانا مجبره اني اوافق عشان اسيب مساحه من الحريه وساعات في حاجات ما تنفعش خالص اقول عليها طبعا. ايه الحريه؟ انا عايزه اعرف كل واحد فيكم شايف الحريه ازاي. يوسف هو انا الحمد لله يعني لا انا مصاحب بابايا جدا فاي حاجه حتى بتحصل بروح اقولها له اي حاجه كبيره وصغيره اي حاجه فموضوع الحريه ده لا انا عادي هو مديني مساحتي جدا يعني بصراحه. لا يعني الحريه في التصرفات في الاختيار يعني مثلا انت خلصت انت في الجامعه دلوقتي لسه داخل داخل الجامعه فانت يعني انك تختار الجامعه تختار كذا يعني تختار صحابك. أيوة. موضوع اختيار صحابك ده اخباره ايه؟ لا هو موضوع صحابي ده يعني انا كبرت الصراحه كفايه ان بابا يقول لي ابعد عن مين وكلم مين وكده يعني خلاص انا بقيت عارف مصلحتي وعارف مين الكويس ومين اللي بس في الاول لا في الاول اكيد كان بيقول لي وستيل لغايه دلوقتي برضو يعني احنا في الاول كان الولد ده كويس الولد ده وحش الولد ده باين عليه تربيته هو دايما على طول الوقت شايف انه انت ليه بتقول لي كده هو انت ليه انا شايفه كويس هو صاحبي ده انا بحبه جدا. ففكره ان انت تحرمه من حد دي كان بالنسبه له مرفوضه قوي. لما على الوقت لما ابتدى يكبر فاكتشف انه ده انت كان عندك حق. فابتدى النهارده لما بيجي يعرفني على اصحابه فبيبقى عايز هو مستني مني دلوقتي اقول له رايي انا في اصحابه ايه عشان هو ضاق فكره ان الولد ده كان وحش وهو كان بيحبه
واكتشف فعلا ان هو مش كويس. هنا عندك نفس المشكله صحابك خروجي بالذات البنت بتبقى اكتر. بس هي مش بتحرمني منهم، هي بتقول لي انا شايفه ان هي وحشه انت حره. فانا مثلا بقول لها طب انت شايفاها وحشه في ايه؟ تقول لي كذا وكذا وكذا، فانا مش ببقى شايفه الحاجات دي، فبقول لها طب بصي هجرب لو حصل حاجه قولي انت عندك حق. فبصراحه بيبقى كل مره بيبقى عندها حق. ودايما هي معظم الوقت بيبقى عندها حق. هو دايما مش معظم، دايما 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 عندها حق. مجربه كتير. هو انا بقيت بقى لاي بقى حد بتعرف عليه مثلا او هي صاحبتي مثلا دي بتعرفت عليها بقول لها بصي شوفي كام من شكلها، فتقول لي ايه لا دي كويسه مثلا. بس طب والولاد بقى؟ ولاد ايه؟ الولاد بقى ما هو الصحاب مش بنات بس، الصحاب بنات وولاد. لا عندي برضو صحاب عادي يعني. كلنا عندنا صحاب ولاد. فممكن تقول لك لا بلاش الواد ده مثلا كده صايع شويه، لا كده يعني. لا عادي بسمع كلامها. تسمعي كلام؟ بس هي في ناس بتحبها. يعني هي في ناس كده من زمان وهي عارفه اهاليهم وكده، هي ناس بتحبها. انت ايه اللي انت متمسكه بيه انك لازم تربي بنتك عليه، وايه اللي انت شايفه انه فعلا لازم يتغير يا هناء؟ انا شايفه ان احنا تربينا وطلعنا عندنا قيم. يعني هم لازم يبقوا بيسمعوا اللي احنا كنا بنسمعه، يعني انه اتعيد لي عشان في حد كبير داخل. صاحبتك دي لا، طريقه الرد. لا طريقه الرد، كلموني عن طريقه الرد. الرد مشكله مشكله موضوع الرد ده بالذات، طريقه الرد بالذات لما في سن معين كده بيعدوه شويه، فتحسي ان هو اي نصيحه حتى لو هي صح وهو عارف انها صح، لا مش عايز، مش نازل، مش سامع الكلام. اوف، هو عارف ان عارفه حضرتك في سن معين كده. انا ساعات بسلط ناس شغاله معايا او ناس مدربين لي او بتاع، هو ممكن يستقبل نفس النصيحه بس مش مني. فانا بشوف انه دايما حته الفيس تو فيس دي من الاب لابنه في وقت ما ينفعش ان هو تديله النصيحه كده دايركت. انتوا بقى بتوصلوا لمرحله اختلاف يعني، طريقه الرد دي بتضايقهم؟ يوسف اكيد بتضايقهم طبعا. ايه بقى؟ وبتقلب ساعات ممكن تقلب بخناق جامد و وقفش بقى وكده. فانا بقى اتعلمت ان انا اللي بابا يقول لي عليه خلاص لازم اسمع كلامه، لان في الاخر برضه بيطلع صح بصراحه. ايه المثاليه دي يا حبيبي؟ ما شاء الله. ايه المثاليه دي؟ متربي. لا لا لا، ايه المثاليه دي؟ خلاص بقيت بتسلي. بس مثلا ايه الرد اللي انت بترده فبيستفزه جدا؟ يعني مثلا بقول له انا عارف مصلحتي كويس فمحدش ليه دعوه. بس فده بقى يعصبه، لان مثلا لما يقول لي على حاجه غلط واعملها وبتطلع غلط في الاخر ببقى شكلي وحش قدامه جدا. في حاجات بقى بتتشاط، وفي حاجات في حاجات بتضايق. ايه اللي بيضايقك في الرد ده؟ أنا عارف مصلحتي كويس. ما ينفعش احنا، أنا كان بابايا يعني الله يرحمه لما كان يخش البيت ويدينا أوردر أمر بس، هو أصلا ما ينفعش نبص له، يعني احنا ما كناش بنعرف نبص له. بس بيبص لك ازاي؟ يعني على فكرة احنا حضرتك أكيد أدرى بالحكاية دي، احنا لو كنا بنقعد مع ضيوف مثلا والواحد بيقول كلمة غلط العين بس هو ليلة سودة زغرة أم مستنيين لغاية ما نبقى لوحدينا عشان بيبقى فيه ألم شلول، في حاجة غلط بتحصل يعني. احنا لو خرجنا للضيوف أصلا ده لو ايه؟ لو خرجنا للضيوف اصلا. احنا ما بنخرجش. تعالي بقى كلميني. احنا ما بنخرجش للضيوف اصلا. هو فعلا كان بيتنادى علينا يعني، احنا كان الضيوف يبقوا موجودين. لا ماشي، نادى وتعالى. ما هي هناء بتقول لك ده لو خرجنا. ده لو خرجنا طبعا. لما نهيت الضيوف اصلا ما كناش بنخرج للضيوف اصلا. طب وماما عندها صاحبتها او بابا عنده صاحبه ما بنخرجش، ما بنخرجش. هناء ايه بقى؟ انا ما بحبش اخرج. ما بتحبيش تخرج اصلا؟ ما بتحبيش تخرجي اصلا بس بتحبي تشوفي اصحابك؟ لا ما بتحبش تخرج للضيوف. يعني انا فوطي لما بيجي حد مثلا صاحبه مامي او كده بقفل الباب عليا وبطلع. مش ناقصين بقى ما بتبقاش عايزه؟ لا مش ليه بقى؟ اصل هي صاحبتها، انا هقعد معاهم ليه؟ هكلمه في ايه انا يعني يخصني؟ مش هيكلموا في حاجه. هم عندهم حياه يعني، هم قافلين على نفسهم حياتهم، مش قابلين تدخل من حد اكبر عشان ما يديش النصيحه. طب هنا انت اكتر حاجه بتقوليها وبتضايق مامي ايه؟ مش هلبس ده، يبقى مثلا حاجه عاجباها ومش هلبسها. بس بتضايقها قوي لو انا ذوقي مش عاجبك. انا ممكن ذوقي وذوقك ما يعجبنيش عادي، بس نقعد بقى نطلع. بتضايقي يعني انت بقى بتضايقي ايه من ماما؟ اكتر حاجه بتضايقك منها ايه؟ كلمه هي بتقولها بتضايقك انت؟ لا. ولا دي اخبارها ايه في حياتنا؟ قالتها برياكشن. لا هي بتقولها كده وهي قاعده عامله كده وتقول لي لا بس. ولا دي بتسمعيها كم مره في اليوم؟
لا مش كتير قوي يعني، في حاجات بطلبها بأدب فهي بتوقف. اتعلمتي بقى بقيتي شاطره بقى بقيتي شاطره تطلبي الحاجات. مش بقولك مامي مع الطلب، بتقول مامي وقت الطلبات، وقت يعني الطلبات بس. خلاص بقى يوسف، انت ايه اكتر حاجه بتعصبك؟ التوتر في البيت. ايه بقى ازاي بيجي التوتر ده؟ يعني مثلا هو بابا مثلا يقول لي انا مثلا اخش التويليت 10 دقايق تبقى جاهز عشان هننزل. فمثلا عبال بقى ما يخلص فاكون انا بلعب بلاي ستيشن مثلا، بس فمثلا نبقى فاضل دقيقتين ثلاثه على الماتش بلعب لوحدي وهو في التويليت، يطلع بقى يلاقيني ايه عمال العب بقى، يا ابني انجز يا ابني انجز انا خلصت يا ابني انجز مش عارف ايه، وانا بقى مش هينفع اقفله وهضيع البطوله. بس هو في فرق، في فرق ما بين التوتر والبرود اللي بشوفه قدامه. يعني الفكره انه احنا عندنا حاجات كتير بنحاول نعملها في اليوم، فاحنا مش طالب اكتر من انت تقوم تلبس وتنزل معايا عشان نلحق نروح المشوار بتاعنا او النادي بتاعك او التمرين بتاعك. حتى هو مواعيده مع اصحابه فيها يعني مفيش، احنا عندنا ميعاد الساعه 10 10 10 ودقيقتين. انا احنا كنا واحنا صغيرين كان الساعة عندنا بتاع اللي بساعة الحيطة اللي كنا عندنا في زمان في البيت دي مزودة 10 دقايق عشان أيوة عشان تنزل في معادة تنزل في معادي. لا احنا لو معادنا الساعة 10 انا ممكن افضل قاعد مستني لغاية 10 ونص. الاسانسير بتبقى انت واقف برا مستني في الاسانسير واحنا لابسين، بس في حاجات كتير بتحصل في واحنا خلاص نازلين اللي هو فيها ساعة لربع وانا واقف وخش ارجع ولو سمحت واشرب مية واخش الحمام يعني وثانية واحدة في ايه؟ طيب في نص ساعة في ميزان حسناتنا قبل الخروج قبل اي خروجة قبل اي خروجه في نص ساعه دي بنجاهد في سبيل الله والله العظيم، يلا لدي ويلا لده وتبقي جاهزه واقفه على الباب وهم يبقوا مخلصين اصلا قبلك. يعني ممكن يبقوا هم لبسوا قبلنا وانا اخلص اخر حاجه واقفل مثلا البيت واقف على الباب وتلاقي مفيش حد حواليكي. يا جماعه انتوا فين؟ انتوا فين؟ اكتر رد بيضايقك منها ثانيه واحده. ثانيه واحده ثانيه واحده. واكتر رد بيضايقك من يوسف؟ ما تستعجلنيش عشان انا خل ايديا يعني، فالموضوع ده بينرفزني. تحس ان هو اللي عنده المسؤوليات هو وهو يعني قوي وخل ايديا عليا خل خلك انت ضيق. انا عصبي اصلا، انا خل ايديا على طول بس هو عصبي على نفسه يعني عصبي على نفسه. انا عصبي اصلا بجد انا عصبي. وهنا انت عصبيه برضو؟ لا انت هاديه، انت انت بتموتيها من الهدوء بتفرسيها صح؟ لا مش قوي كده، مش قوي. هناء طبعا هدوء. طبعا هي نايمه نايمه طول. انا شفت مشهد الاوضه، انا شفت مشهد أيوة. الاوضه هي نايمه طول الوقت، يا ماسكه الموبايل يا نايمه، مفيش اي يا رايحه مشوار هي بتحبه بس. تلاقيه بقى الاوضه اتنضفت واللبس اتشال وبقت كيوت وجميله عشان هي عندها مشوار، عشان مش عايزه تديني مساحه انه مفيش نزول. غير كده لا، هي مش موجوده اصلا في البيت. طب احنا هنخرج فاصل قصير وبعد الفاصل بقى نشوف الموبايل في حياتنا عامل ازاي، المذاكره وخناقاتها والاونلاين اللي احنا عشنا فيه ايام يعني مش لطيفه وحاجات تانية كتيره هنتكلم عليها بعد الفاصل. طبعا طول الفاصل واحنا بنرغي طول الفاصل هما بيحكوا حكاياتهم والولاد بيحكوا حكاياتهم وانا بحكي حكاياتي. بس الاول مدام هناء واستاذ يوسف، انتوا اهل استاذ احمد، انتوا اهاليكوا بتقول ايه؟ بتقول ايه على طريقه التربيه؟ بصي حضرتك يعني اهالينا شايفين ان احنا مصاحبينهم قوي، شايفين ان احنا نازلين بدماغنا ليهم. المسافه دي مش صح. يعني احنا اهالينا برضو كان اعمل وما تعملش وقرارات واوامر، احنا ساعات بنضعف بالذات واحنا قاعدين. طب بابا والنبي عايز كذا، فانا اقول له لا في الاول وبعدين طب يتحايل عليا طب بوسه طب والنبي عشان خاطري، فبنضعف. احنا اهالينا هو كلمه وشكرا. فهي دي كانت الاختلاف يعني. هناء شايفين طبعا ان احنا مدين مساحه من الحريه اكبر من المفروض. شايفين انهم مش عيال مش متربيه يعني. بالظبط. يعني انا بابا يا حبيبي لما بيدي اوردر للولاد بضطر ادخل في النص عشان اوصل المعلومه بشكل انه يبقى رضيت بابايا وفي نفس الوقت وصلت لهم المعلومه بطريقتهم. هم شايفينها انه قومي اعملي كذا عشان بابا، طبعا هو ده الاوردر بيتاخد بالشكل ده. هم عندهم هو جده بيزعق، هو بيزعق ليه؟ بس انا واخده طبعا على طريقته بالطريقه دي. هم شايفين ان الكبار ده كده اوردرز بزعيق واهالينا شايفين ان احنا مدلعين ولادنا طبعا زياده عن اللزوم. ماما بتزعق؟ لا ما بتزعقش. ما بتزعقش في البيت؟ لا بتزعق.
بتزعق في البيت؟ اه. بتزعق امتى؟ بتزعق امتى؟ لما ببقى نايمة. لما ايه؟ لما ببقى نايمة. لما بتبقي نايمة. هي تقريبا طول الوقت بتزعق عشان طول الوقت نايمة. اه. في مدرسة يا بنتي؟ لا ما احنا في الاجازة. ايوه احنا في الاجازة وفي اونلاين. اه. عاملة ايه في الاونلاين؟ الحمد لله. يعني كنت بتقومي للاونلاين لما كان في اونلاين؟ لا. انا كنت بقول لها ان مفيش اونلاين اصلا. كنت بتقولي ما فيش اونلاين؟ لا. انا هوريكي السويت. اصل هي مش هي هو الاونلاين على موبايلي انا. أوه. او على اللابتوب بتاعي انا. فهي كانت مثلا هي مش بتصحى بدري. اوكي. فانا ببقى هي قلت لها انا صحيت اصلا ودخلت بس في سيشن اتلغت. اتلغت؟ اتلغت فانا نمت. طبيعي يعني اتلغت فهنام. بس. فانت عايزه تنامي على طول. اه. ما اصحى الساعه 8 ليه واحنا؟ على رايك والاونلاين على رايك يوسف بابا بيزعق؟ على ايه بالظبط؟ على الاونلاين؟ لا عموم ان جنرال. اه اكيد. يعني امتى اعلى زعيقه سمعتها؟ يعني مثلا لا لما برد على ماما على طول بيقعد يزعق لي. اه دي اكتر حاجه ممكن ترد على ماما تقول لها ايه؟ قول قول قول. خلي مع ماما اكتر ولا كتير بابا؟ فهو هيفتكر ايه ولا ايه؟ بس افتكر ان شاء الله. كتير بيتخانق مع ماما اكتر ولا بابا؟ لا مع ماما اكتر. مع ماما اه بتعمل حاجه انا بحبها جدا بتفرج عليها دلوقتي انا بموت فيها والله مش قصدي حاجه اكيد بس هي بتستفزني. انت مروح البيت مروح معاها هو دلوقتي خايف. ايوه ايه اللي بيستفزك من يعني ماما؟ مثلا ابقى نايم ولا بتكنس قدام اوضتي او مثلا بتكلم مثلا جدتي قدام اوضتي وصوتهم بيبقى قد كده طب انا عايز انام يعني حبكت قدام اوضتي طيب بفضل بقى ازعق فمثلا لما اجي ازعق بابا بقى يقول كلم مامتك باسلوب احسن من كده ما ينفعش اللي انت بتعمله ده بس فما بردش بتبقى معديه ده معاد وده معاد التنظيف بالظبط ما هو كمان انت نايم طول اليوم فده معاد اشمعنى قدام اوضتي ما اشمعنى معديه احنا بننظف معديه الست قدام اوضتها ده قدام اوضتك جالها مكالمه هنعمل حظر تجول والمنطقه بتاعت اوضتك هنقيم حواليها بعدين صوت الحلل بيضايقوا ما اعرفش ليه اه لا بيغسلوا يعني بيبقى قصدهم يغسلوا المواعين اول ما ابقى نايم تحس اول ما بصحى بيوقفوا كل الشغل اللي في البيت مش عارف طب يعني حبيبي انت نايم امتى ما هو ده سؤال هو نايم في الوقت اللي بقى الناس كلها بتشتغل فيه في دلوقتي معاد غسيل بتروحي تغسلي المواعين بغسلها الحمد لله كل شاطرة طب اساليها امتى كم مره بتغسلي المواعين كل خميس كل خميس ده يوم معين كل خميس ده عقوبه ولا ليه ليه لا. ليه عشان انزل اوبا شفتي ايوه كده ده تمن هي عارفه انه كل دي رشوة. خميس اه بقوم بقى مثلا ابقى بعمل اي حاجه بروح الاقيها بتعمل الحاجات اللي هي عارفه ان مامي عملت لك مفاجاه كذا غسلت المواعين اه طب المواعين انا بعملها قبل ما هي قبل ما اروح استاذن عشان تقول لي مفيش انت روقتي ولا روقت غسلتي المواعين غسلتها طب غير المواعين يعني يا جماعه المواعين مره واحده في الاسبوع وعندي غساله اطباق والله بترص المواعين في الغساله بس ما ده تعب ايه التعب اللي فيه مش بنقلهم من الحوض لحد الغساله اه بس شيلي طبق من الحوض للغساله اهو الاول بحط فيه ميه وبنضفه وبعدين بحطه في الغساله ده برافو شفتي؟ ست بيت هايله شفتي هتشرفك شفتي الحمد لله اللي عافانا من موضوع المواعين بصراحه لا لازم تساعد مامتك تغسل مواعين برضو انا اغسل مواعين او ماله لا ازاي مش الرجاله لازم تساعد امها ايوه بس ايوه اكيد طبعا بس مش هغسل مواعين يعني مش تغسل مواعين لا لا خالص ما بتساعدش ماما خالص لا بس عايده طبعا لا ساعات بيكنس ساعات بيكنس بيكنس لا والغسيل ما تفضحنيش بيشيل الغسيل والله بتشيل الغسيل اه ساعات اه لا بصي هو مش على طول هي عشان ساعات مثلا ماما تبقى تقول لي يوسف معلش مش قادر اقوم مثلا الجو بيبقى ساقع وهوا تقول لي الغسيل هيطير على فكره دي حاجه حلوه دي حاجه حلوه انك تقول بس لا ما اغسلش مواعين بصراحه ليه المشكله لا مش عارف مش حاسسها انا يعني ليه مش عارف والله مش عارف بس هو دي بقى مسكت الاولاد والبنات عادي يغسل مواعين مش كده انا اه انا حبيبي بيعمل بابا يغسل على المواعين عادي اه في رجاله عندها هوايه المواعين دي على فكره ده بجد مش يعني انا ما عنديش بس انا بتكلم عموما يعني لا مش بتطلع مش بتطلع لا هي انت عارفه هي بتعمل ايه بجد والله انا يعني جربت الموضوع ده مره كده هو بيخلي الواحد يفصل ايوه يعني بيخليني مركز انا لو عندي مشاكل في الشغل زي الطبيخ حاجه كده يعني عندي مشاكل في الشغل فانت مركز ان الحاجه تطلع نظيفه وان الموضوع يعني وبياخد مجهود وبياخد وقت فيعني والواحد بيقدر قوي الست في اللحظه دي يحس انها يعني شفت. ايه اللي بتعمله ده ودي حاجه راقيه جدا بتحوروا على اهاليكم بتحوروا دي اصلا كلمه انا ما بستخدمهاش بس يعني انا يعني ماشي قول انا ممكن احور على ماي بس ما احورش على بوبي اه ليه بقى يعني مثلا هوصل صاحبتي لبيتها لو الوقت مش متاخر طب ما هي توصل انت تعالي البيت وهي توصل طب ما اوصلها بس ما بكلمهاش هي بقى في الوقت ده بكلم بوبي جميل. بوبي انا هوصل صاحبتي مش عارف عن بس بيتها جنب الشارع ده ماشي روحي مامي بقى
لا هو انت تعالي البيت هتروح ليه؟ وانت توصليها ليه؟ اه ما هي تروح لوحدها انت تيجي لوحدها. تروح لوحدها بالظبط. يوسف انت شكلك لا في حوارات كتير بس حوارات شكلك بتروح وترجع بروح معايا بس ما تزعلش مني ونبي لا لا بس لا مش بحور عليهم والله. لا بصي حضرتك هو ساعات لما بيبقى عايز مثلا على سبيل المثال عايز يروح السينما مثلا فيختار احسن واحد في اصحابه انا بحبه فيقول لي على فكره فلان الفلاني قال لي الفيلم ده حلو قوي يا بابا. هو عايز ينزل ويخرج بس هو مش عايز مش عارف اي حاجه ونخش ليه أسوأ فيلم في العالم اقول له هو صاحبك دخل يقول لي لا فنفضل بقى نحور على طب اللي بعده طب انا نازل النزول اصل صاحبي رجليك كسرت وعايزين طب كلمهولي. بس انت بتبقى قفشه قوي انت بتبقى لا قفشه قوي عشان كمان الفرق بيننا مش كبير في السن يعني عشان متجوز بدري وكده فقبل ما بيفكر يقول لي التحويره اللي هو عايزها انا انت بتبقى كاشف لا طبعا الموبايل في حياتنا الموبايل ده اس الخناقات صح قول يا يوسف. انا على طول ببقى ماسك الموبايل على طول بكلم صحابي على طول نفضل نتكلم نظبط بقى خروجات مش عارف ايه العب بقى جيمز عندي على الموبايل فهم بقى يحبوا ان انا اقعد معاهم فانا بقى بفضل انت بشويه وجاي باسورد كان زمان كان بيسالني عليه زمان انا فاكر كنت بحاول اساله مش عشان حاجه والله كنت شاكك فيه على قد ما هو ايه كل مره نسأل. الموبايل هو بينسى الباسورد للاسف الشديد فنسي الباسورد ما بنفتحش يا استاذ احمد انا عارف ان هو بيحور بس هو صغير ما كانش بيحور والله لا هو عنده مشكله عنده زهايمر معاك دلوقتي الباسورد بتاعه معايا انت عارفه طبعا هغيره بعد الحلقه هنا لا احنا باسورد البيت كله شبه بعضه ما شاء الله مش محدش بيدور في تليفون حد دي حاجه كويسه اصل انا بحكي لها فهي دور في موبايلي ليه حلو دي حاجه كويسه ما عندناش حد بيمسك موبايل حد لانه اصلا احنا بنحكي لبعض الحاجات يعني انا بسمع لها حتى لو حاجات ضد مبادئي يعني ايه حاجه قالت لك ما عجبتك يعني فعلا مضايقاكي ضايقتك بصي هي كل الحاجات اللي بتقولها بتضايق لانه هم عندهم فعلا مساحه من العادي مش يعني مش في ثقافتنا خالص بس انت بتضطري تنزلي لسنها عشان تسمعي عشان تقدري تتقبلي فيبقى رياكشن وشك مبتسم عشان تكمل هي الموضوع اللي هي عايزه تقوله وما توقفوش فتفضلي تسمعي وانت بتغلي اصلا بتغلي نار بالظبط لحد ما توصلي يا حبيبي بعدين خلص فلانه صاحبتي اصلها كانت بتعيط اصل صاحبتها مزعلاها فاقول لها لا اصلها متخانقه مع فلان ايوه مش فلانه أيوة. وانت يا مامي عرفتي ازاي؟ هي اصلا الموقف ده حصل بجد يعني هو حصل بجد احنا كنا واقفين هو دايما المطبخ معرفش هو فيه سر كده ان احنا لو انا رحت وقفت معاها في المطبخ خلاص كده شكرا الدنيا كلها باظت فانا كنت واقفه معاها وهي يعني هي واقفه على البوتاجاز ومداني ظهرها وانا واقفه في ظهرها عماله احكي بكل تلقائيه بس انا مش هينفع اقول الحته دي فايه قلت لها اصل هي بتقول لي هي كذا فلانه كانت بتعيط ليه قلت لها لا اصل صاحبتها اتخانقت معاها فراحت بصالي كده بجنب عينيها وراحت قالت لي صاحبتها قلت لها بصراحه هو لا فبس فبعدين بصيت لها كده وقعدت اقول لها وانت عرفتي منين تقول لي ما لكيش دعوه فلو انا عايزه اعرف هي عرفت ازاي وهي مدياني ظهرها يعني بتوقعك يا عبيطه بتوقعك يا عبيطه وهي وقعت وحكت الموضوع كله طب نحكي من الاول بالظبط الموضوع ما يخصنيش معلش نحكي من الاول مذاكره بقى مذاكره بنذاكر ولا ايه النظام وقال لك بتذاكر دقيقتين هو انا اخد بريك انا مش بطول في المذاكره بصراحه يعني لا مش بتطول لا بزهق يعني بتذاكر قد ايه يعني نص ساعه في اليوم كده لا ما بيكملش نص ساعه في اليوم بجد ولا في اليوم كمان وطول الوقت انا اخد بريك طول الوقت باخد بريك وبدور على اي حاجه كانها شغلاني ومفيش حاجه اصلا مش مشغول مثلا اي حاجه بقى بدور ان هي تشغلني عشان ايه اتحجج بقى ان انا ما عنديش مذاكره لو بعدين هو المشكله كمان واحنا يعني انا كنت بذاكر له من سنه مثلا دلوقتي طبعا مستحيل لا خلاص مستحيل من سنتين حاجه كده كان هو وانا بذاكر له هو كان عنده مشكله تانية خالص مشكله فكره ان انا بابا انا دماغي مش مستوعبه بابا هم 5 دقايق واديني شويه بس كده وارجع جالي صداع لا وبعدين ممكن يقوم يقول لي انا حاسس نفسي ضاق فما بيبقاش فبتبتدي اعراض بقى اللي هي ايه الاعراض المرض اللي بتظهر مع المذاكره وبعدين بتختفي بعد ما من المذاكره بتخلص على طول بعدين 50,000 سندوتش بقى لا ده موضوع ثاني بقى يعني بس كان بيتعصب عليا جدا في المذاكره والله كان بيتعصب عليا جدا لا عشان هو زهق لا هو مش كده ان انت مش فاهم انا احكي لحضرتك حاجه بسرعه كده يعني هو سريعا كده كان مامته مره كانت بتذاكر له
وبعدين انا كنت قاعد جوه وسمعت سمعت زعيق غير طبيعي. ده اقل حاجه. فالمهم فجيت لها قلت لها الولد انت الولد هيضيع حرام ما مش حدش هيفهم كده. هاتي له مدرس لو سمحتي قومي انا هذاكره. وفعلا انا قعدت ذاكرت له ده بجد فعلا قعدت ذاكرت له دقيقتين قلت لها ده ما تزعلوش ده تديله بال... وفعلا خلاص الموضوع وصل ان احنا يعني انت مش لا يعني فكره ان انت مش عشان انت مش مستوعب هي فكره ان انت مزهق اللي قدامك ان هو بتوصلنا بتوصلنا انت مش هتشرح لي ما تخافش مش عايز استوعب مش عايز استوعب. طب يلا بقى نقرا الاسئله نقرا الاسئله بقى نسال نسال بابا بابا وماما ولا هناء واحمد قول يا استاذه قول يا هنا لا هو يوسف اللي هيبدا يوسف يلا يا يوسف ايه اكتر كلمه بتحب تسمعها مني اكتر كلمه بحبها لما بتقول لي انا مش عارف ازاي انا ممكن اعيش لو انت مش موجود في الدنيا دي دي اكتر حاجه انا بحبها قولها له كتير قولها له كتير قولها له كتير بحس ايه هي اكتر حاجه بتحبيها بتحبيها تسمع منها لما بعمل لك حاجه حلوه مثلا وتقولي لي ماما انت كبدي انت كبدي اصل هي ما بتحبش الرومانسيات وقلبي وحبيبتي و فشافت لها كلمه تانية غير قلبي وروحي والحاجات كبدي. دي فاي حد بقى بتحبه او يعمل لها حاجه حلوه تقول له انت كبدي كبدي قول يا يوسف هو لا دوري دورها بقى مرفوع لا دوري الكلمه اللي ممكن تزعلك مني وبتحسي بايه ساعتها الكلمه اللي بتزعلني هقول لبابي هي اللي بتقول لي هقول لبابي يعني لما نختلف بتبقى عايزه تقولي اخرجي منها انت يعني ده بيني وبين ابويا يعني خليكي يعني بقى مثلا في خلاف انه طب روح لابوك يا حبيبي بالظبط طب روحي لبابي يا روحي بس ما ترجعيليش تاني بالظبط لا ما هي بقى المشكله انه هو يعني بابا بيبقى شايف انه انا شديدة. المفروض اسيب مساحه ما دام انا مدي عامل اسس لا هو روح لبابي عرفنا ان الموضوع هيتحل خلاص هيبقى متفاهم متفاهم ما طبعا الاب متفاهم احنا اللي موجودين طول النهار احنا اللي قاعدين يوسف نفس ال معلش ثانيه عشان انت هتقول له نفس سؤالها لا لا واحد تاني ليه بتتعصبوا لما بنرفض لكم طلب بنتعصب عشان انتوا مش فاهمين ان احنا كبرنا فبقى عندنا خبره فشايفين الموضوع بطريقه تانية انتوا شايفين تحت رجليكم ان هو احنا لازم نعمل اللي احنا شايفينه دلوقتي وهو ده اللي عايزينه وعايزين نعمله بسرعه احنا خبرتنا مخلينا نتعلم دوت ونحاول نشرح لكم ده ما بتفهموهوش للاسف متعصب امتى بتحس انك فخوره بيا وامتى لا لما حد وهي مش موجود يجيب سيرتها في موقف يحسسني ان انا عرفت اربي ان انا ربيت يعني اللي هو دي عملت كذا وكنا قد ايه مبسوطين ان هي فببقى قد ايه فخوره انه تعبت يعني بان وامتى لا امتى لا ما بكونش فخوره لما ادي اوردر ويكون في حد موجود وهي مش قادره تقول لا ومش هتعمله يعني خلاص وانا لازم هنعمله فببقى طبعا بقى يعني احساس بالهزيمه انه لا هتعمليه وانا ببقى من جوايا عارفه انها مش هتعمله يوسف يا كنت هتعيط فيه بسببي انت عارفه طبعا لما اختك وانت جاي من النادي وفي البيت تحت قالت لي الحق يوسف مات يا ساتر يا رب للاسف كان قطع نفس خالص كان الموضوع صعب قوي يعني وقعد 3 ايام في العنايه المركز ده كان بالنسبه لي ده كان حصل ايه كان عندك ايه حاجه اسمها فازو فيجل اتاك كده حاجه بتيجي زي المخ بيجيله شت داون يا اما بعد الشر بيحصل بعد الشر سادن داث كده او المخ بيعمل ريستورت كانوا 3 ايام هو بعد اول يوم عدى حصل ريستورت الحمد لله الحمد لله يعني ورجع زي الحمد لله يعني في شويه كهرباء كهرباء زياده كده لا مش عند يوسف بس اكتر حاجه بتخوفك عليا ايه اكتر حاجه بتخوف نزولك لما بتبعد عن عيني بتسمعوا نفس المزيكا يا جماعه انا وبابا انا بحب المهرجانات جدا بس في حاجات ما ينفعش تتسمع وبالذات يعني لما حضرتك قلتي على موضوع الموبايلات ده المشكله ان الموبايل كله ما اغاني كلها اغاني فهو بيستحمى بيشغل اغاني هو مش عارف ايه طبعا انا بيسمعوا مهرجانات طول الوقت طول الوقت طول الوقت يا شباب تسمعوا راب راب بتسمع ايه يوسف
بسمع كل حاجه، بس اكتر حاجه بسمعها مهرجانات بصراحه. اه انا بتسمعي ايه اكتر حاجه؟ انا بسمع الاثنين، راب ومهرجان. وساعات وساعات عمرو دياب. اخر سؤال يلا، ايه اكتر حاجه بتحبها فيا؟ انت راجل عندك نخوه تخاف على امك واختك قوي. اكتر دعوه بتدعيها لي ونفسك تتحقق انه ربنا يساعدك. وانتوا بقى عايزين تقولوا لهم ايه في الاخر؟ اتفضل. يا رب اشوفك احسن واحد في الدنيا واحسن مني، واشوفك وبدعيها طول الوقت، اشوفك احسن جول في العالم. انا نفسي جول، عايز يلعب كوره، هو حارس مرمى هاندبول اصلا. فدي امنيه حياتي يعني، واشوفه ممثل لانه نفسي يمثل. حلو. هناء ربنا يساعدك في اي يعني، اشوفها ناجحه في اللي بتحبه. هي كمان بتلعب باسكت ونفسها برضو تبقى لعيبه باسكت كبيره، وكمان بتحب تمثل. ان شاء الله يتحققوا ربنا يساعدهم امنياتكم باذن الله. والخلافات دي خلافات عاديه جدا، نص الكلام ده حصل لنا في بيوتنا وبيحصل لنا. احنا عايزين بقى نجيب الجيل الاكبر، نجيب احنا وامهاتنا واهلينا، هو ده بقى اللي فيه الخناقات. 10 حلقات الخناقات الكبيره. ميرسي جدا. انا انبسطت قوي بالحلقه دي. ميرسي جدا لحضرتك جدا الحقيقه، انا سعدت جدا بالحلقه دي. ده كان حوار نقلناه بس كده من البيت للاستوديو عشان نشوف الحوارات بين الاجيال عامله ازاي. زي كل الاجيال كلنا برضو ما كناش يعني على وفاق قوي، لكن لما بنكبر بنعرف قد ايه امنا وابونا دول عملوا كل حاجه عشان احنا نطلع كويسين، وهو ده اللي بنعمله في اولادنا. اشكركم وبحييكم. نتقابل الاسبوع الجاي باذن الله. بكره الفرصه الساعه 9:30، كل شركات ستارت ابس اللي مشتركه معانا تستنانا الساعه 9:30، وانا اقابلكم يوم السبت باذن الله. هذه لميس الحديدي، صباح على خير.